السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم مولاى احباب القلب اتمنى ياربي تكونوا بخير انطلاقا من احتياجنا دائما التقني أثناء نزولنا إلى السوق المهني بالعموم سواء لست كنت في مراحلك الجامعية وعندك مشروع تخرج أو سواء أنك دخلت في أحد ميادين الوظائف بالعموم في المؤسسات والشركات أو عندك الرغبة بالتطوير ضمن وظيفتك أنك تترقى إلى مناصب أعلى أو إذا كنت معلم أو مدرب وعندك احتياج الآن إلى البرامج التقنية في مضمار التعليم عن بعد ومثل ما نعرف في واقعنا الحالي أن الشخص الأمي هو الذي لا يجيد العمل على البرامج الأساسية في جهاز الكمبيوتر يلي هي تبدا بنظام التشغيل وبعض البرامج الرئيسيه في عائله مجموعه البرامج المكتبيه برامج اوفيس وايضا بعض خدمات الانترنت لذلك حبيت اني انا اطلق لحضراتكم الدبلوم المتكامل في قياده الحاسب تحت مسمى منهاج الاي سي دي ال لكن بنسخه الـ 2021 ومع مهارات الـ 2021 يلي بنحتاجها الان بسوق العمل تماما بحيث رح نبدا باكثر من قسم ضمن هذا الدبلوم ان شاء الله رح يكون معانا القسم الاول هو قسم الاي تي انفورميشن تكنولوجي بحيث رح نتعرف على كثير من المزايا والتقانات والتعريف والمصطلحات في علم الحاسب بالعموم ومن ثم عنا مدخل الى قياده نظم التشغيل وأهمهم ويندوز 10 وويندوز 11 أيضا رح نتطرق لألا بالتخصيص المتكامل في أرشفة ملفاتنا ومجلداتنا وقيادة كل أعمالنا من خلال بيئة نظام التشغيل بعد منا رح نطلق إلى محور رئيسي في ميادين الأعمال الإدارية بالعموم ألا وهو مع برنامج مايكروسوفت وورد ونحترف مع بعض إنشاء تقارير الأعمال بأشكال وأنواع سواء كانت تقارير نصية تعتمد على موضوع الفقرات ورح نأخذ مهارات أيضا مركزة ومتقدمة في مهارات الطباعة السريعة أو الكتابة السريعة أو حتى الكتابة بالصوت ومن ثم التقارير التي تعتمد على التعدادات النقطية والرقمية وأيضا عندي التقارير المصورة وأخيرا التقارير المجدولة وكيف نطلع تقرير أعمال بهوية بصرية متكاملة لاي شركه ولاي مؤسسه انت بتشتغل فيها، والعديد من المهارات يلي رح ناخذها ضمن برنامج مايكروسوفت وورد في تصميم الاسئله الامتحانيه او في انشاء ملخصات بالعموم، وتصميم السير الذاتيه، والعديد والعديد من التطبيقات العمليه الاحترافيه يلي رح نخوضها مع برنامج مايكروسوفت وورد، ومن ثم رح ننتقل الى برنامجنا الممتع والجميل، برنامج مايكروسوفت باور هذا البرنامج القوي في الاداء بحيث انه نصمم بروفايل شركه نصمم حقيبه تدريبيه نصمم درس تعليمي ونصمم سيره ذاتيه ونصمم هويه بصريه متكامله وايضا تصميم البوسترات وتصميم اللوجيات والاختام والعديد من التطبيقات العمليه يلي ممكن نحن نستفاد منها ضمن برنامج مايكروسوفت باور بوينت ورح ننتقل بعد منا الى البرنامج الاحترافي والمتميز وهو اكثر برنامج يشدني الى سوق العمل وانا احتاجه في سوق العمل الا وهو برنامج مايكروسوفت اكسل، رح نتعلم العديد من مزايا وخدمات هذا البرنامج بهذا المستوى وهذا الدبلوم ان شاء الله، بدءا من التعرف على واجهه التطبيق وتصميم الجداول وبأنواع سواء كانت نطاقات عاديه او كانت جداول احترافيه في برنامج اكسل، وكيف تعمل باحترافيه باسلوب مدخل البيانات ضمن جداول اكسل، ومن ثم رح نتعرف على المراحل الاربعه في تحليل البيانات في برنامج مايكروسوفت اكسل، ولدينا ايضا العديد من التطبيقات الاحترافية يلي بتكون نهايتها تصميم داشبورد متكامل وجميل واحترافي في برنامج مايكروسوفت اكسل، ومن ثم رح ننتقل إلى البرنامج الجميل والبرنامج العملاق والبرنامج الشهير في إدارة نظم قواعد البيانات هو برنامج مايكروسوفت اكسس، ورح ناخذ محطات جميلة بكيفية تصميم وإنشاء قاعدة بيانات خاصة فينا، سواء كان عندك متجر، عندك محل معين وحبيت إنك تنشئ وتصمم نموذج لقاعدة بيانات جميلة جدا جدا وب واجهة احترافية فرح ناخذ محطات رائعة في برنامج مايكروسوفت اكسس، ومن ثم رح ننتقل إلى الأشهر تداول والأشهر احتياج وهي تطبيقات الإنترنت أو خدمات الإنترنت بالعموم، تبدأ بكيفية إنشاء الحساب الإيميل، كيفية العمل على الإيميل، كيفية إنشاء المراسلات، تصنيف المراسلات، والعديد ايضا من الخدمات اللي بنحتاجها في تطبيق الايميل ورح نتعرف بعد ما نتقن خدمات الايميل والمراسلات عبر الايميل الى الخدمات الاخرى والاضافات الاخرى يلي ممكن احصل عليها بالمجان من شركه جوجل بعد ما اقوم بانشاء حساب ايميل واحد ورح نتعرف من خلالها على جوجل درايف، كيف انا استفاد في هذه المساحه التخزينيه في ارشفت ملفاتي وارسال الملفات ومشاركتها مع فريق او مع مؤسسه مع جهه معينه او اني انا احتفظ في ملفاتي بتصنيفات على بيئه تخزين الصحابي بالعموم، ومن ثم كيفيه الاستفاده من قناه اليوتيوب الموجوده ضمن الايميل. كيف أنشأها كيف أخصصها كيف أبدأ بتحميل أيضا فيديوهاتي عليها وإذا حبيت يكون مشروعك فرح تكون أمورك جاهزة أطمئن حتى تنطلق في بوابة الربح من اليوتيوب من خلال فقط استثمار إيميلك وعنا كثير من الخدمات يلي ممكن نحن نستفاد منها سواء كان بالمتصفحات بالمستعرضات بالإضافات والعديد من الأمور لا يسعني ذكرها بالتفصيل كاملة ضمن هذا اللقاء أحبائي أنا أتمنى من حضراتكم والله وجدا أسعد في تقديم وأطلاق هذا الدبلوم لأ اني اعي تماما احتياج كل حد فيكم لهذه الامكانات التقنيه والمهارات التقنيه، اصدقائي شملت لكم بهذا الفيديو اهم المحاور يلي نحن رح نبدا باعطائها والتركيز عليها ضمن هذا الدبلوم المتكامل في قياده الحاسب الالي ان شاء الله، فلمن يرغب بالانتساب لهذا الدبلوم التواصل معي عبر الواتساب اللي رح يكون موجود بوصف هذا الفيديو، فقط انقر على الواتساب وتوجه مباشره الى المحادثه المباشره مع احمد صالح حتى اجاوبك على اي استفسار، لكن تكرما شاهد الفيديو كاملا، اعيده مره ثانيه، تعرف على كل الخصائص والمحاور لهذا الدبلوم، واقرا الوصف الموجود اسفل هذا الفيديو، ومن ثم اذا وجدت اي استفسار اخر على ما تكلمت عنه، فتفضل مباشره بمحادثتي عبر الواتساب، اما بالنسبه لموضوع الاعتمادات فانا كاحمد صالح مدرب معتمد في اتحاد المدربين الاكاديميين في تركيا، والشهاده الدبلوم المقدمه في قياده الحاسب راح تكون معتمده من اتحاد المدربين الأكاديمي في تركيا ايضا رح تتعرف على الاتحاد راح يكون رابط الموقع موجود معنا بوصف هذا الفيديو اما موضوع القيمه الماليه لهذا الدبلوم ورسوم الاعتماد او رسوم الشهاده راح تشوف كل هذه التفاصيل بوصف هذا الفيديو انا انصح كل حد تابع احمد صالح في المحتوى التقني سابقا على قناه علمكم وعرف تماما التقاني والاسلوب يلي قدمه كاعضاء اتحاد او كمدرب تكنولوجيا معلومات بتعرفوا تماما المهاره والاسلوب يلي بقدمها واسال الله سبحانه وتعالى دائما الاحسان في خدمتكم، طبعا رح يكون معكم فيديوهات شامله بامكانك انك تعيدها امتى ما حبيت، وايضا رح شارك معكم كل الملفات وكل الروابط وكل الامكانيات لحتى تطلع بخلاصه علميه تقنيه ومهارات توازي طموحاتك 100%، كان معكم احمد صالح رح انتظركم ورح اكون سعيد جدا جدا بانضمامكم الى الدبلوم المتكامل في قياده الحاسب الالي في منهج الاي سي دي ال بنسخه 2000 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته